كيف تتعامل مع الله إذا تأخر رزقك؟ ربما يخطر ببالك أنني سأقول لك اليوم أشياء تفعلها لتزيد من رزقك كالاستغفار أو ترك الذنوب. لا لا، أنا لن أفعل ذلك، فأنت تعرفه مسبقا، لكني اليوم أريد أن أغير مفهومك عن الرزق إلى أشياء جديدة كليا. ربما إذا تابعت هذه الحلقة ستتغير نظرتك عن الرزق تماما، أنا لا أبالغ. لكن في البداية يجب أن نعلم أن عدم الرزق رزق. كيف؟ عندما يتأخر رزق الطعام والشراب والوظيفة والتجارة يأتيني مكانه رزق آخر، وهو الثواب والحسنات والأجر. أليس الإنسان يؤجر على كل مصيبة؟ إذن تأخر رزق الدنيا يفتح لك أبواب رزق الحسنات، وهو رزق الآخرة الذي هو أفضل بالطبع. يقول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فصار عدم الرزق رزق. ذكي هو الذي يعرف ما هو الرزق العادي وما هو الرزق الحقيقي. كثير من الناس لو سألته ما هي أرزاق الله التي أعطاك إياها، أول شيء سيخطر بباله هو الطعام، الشراب، الأولاد، الوظيفة، ربما المنزل أو الصحة. لا، يوجد رزق أفضل من هذا، وهو الرزق الدائم، لأن الرزق الذي يدوم أعظم من الرزق الذي لا يدوم. رزق الحسنات رزق دائم، ورزق المال رزق مؤقت. صلاتك تعتبر رزق، والأذكار التي تقولها في الصباح والمساء أو بعد الفريضة يعتبر رزق. عندما تكون نائما ثم تستيقظ فجأة لوحدك وبدون أن يرن المنبه، فتقوم وتصلي ركعتين بالليل، هذا رزق. أو حتى عندما تستيقظ لصلاة الفجر ولا تفوتك، هذا رزق أيضا، لأن بعض الناس لا يستيقظون. عندما تمر على فتنة ويعطيك الله صبرا على أن تغض بصرك إلى أن تنصرف هذه الفتنة عنك، هذا رزق. أيضا عندما كنت في المنزل وطلب منك أبوك أن تحضر له كوبا من الماء، هذا رزق، لأنك لو كنت خارج المنزل لفاتتك هذه الفرصة. ربما يأخذ هذا الرزق أخوك أو أختك، لكن حصولك على بر والدك ولو بشربة ماء رزق. ألا يحصل أحيانا أنك تكون سرحانا في الصلاة ثم فجأة وكأنك استيقظت، فتبدأ تركز وتخشع في الصلاة؟ هذا الاستيقاظ في الصلاة رزق من الله، هذا هو الرزق الحقيقي، الرزق الذي يدوم إلى يوم القيامة، فتراه في صحيفتك التي أرجو من الله أن تكون بيمينك. هذا هو الرزق الحقيقي، وليست السيارة الفلانية أو الراتب الفلاني. إن رزق المال يعطيه الله عز وجل لجميع الخلق، الصالح والفاجر. أما رزق الحسنات فإن الله تعالى لا يعطيه إلا لأحبابه. إذن قبل أن نحزن على تأخر الرزق، يجب أن نعرف ما هو الرزق الذي نحزن على تأخره، وما هو الرزق الذي تأخره يعتبر رزقا آخر.